الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير والمكثف إلى حد ما الجزء الثاني من برمجة خطية بمتغير ثنائي. هذا الجزء الثاني أو Binary Linear Programming Problem Part 2، هذا هو الجزء الثاني. على بركة الله نبدأ، لأنه قدمت الجزء الأول فأرجو الرجوع إليه حتى تكملوا المعلومة، يعني تكتمل عندكم المعلومات عن المتغير الثنائي أو ما يسمى Binary Variable الذي لا يأخذ إلا قيمة، إلا واحدة من قيمتين، إما صفر أو واحد. الآن لنفترض بأن مطعما ما للمأكولات السريعة تلقى طلبات من زبائنه الموزعين في أرجاء القاهرة. القاهرة مدينة واسعة لتوصيل، يعني هم بتلقى الطلبات هذا المطعم مأكولات سريعة ماكدونالد، كي اف سي او محل بيتزا هات مثلا، لتوصيل طلبات الطعام وعددها يعني 1750. لنفترض انه خلال يوم، خلال اسبوع، خلال شهر مثلا 1750 طلب، لكن المطعم لا يعمل به الا 3 سائقي دراجات نارية الذين يقومون بإيصال، يعني على الموتورسيكل يقومون بإيصال الطلبات إلى الزبائن. هم السائق ألف يقوم بإيصال الكمية X1 مجهول لدينا من طلبات الطعام، والسائق باء يقوم بإيصال الكمية X2 من طلبات الطعام، والسائق جيم يقوم بإيصال الكمية X3 من طلبات الطعام. يأخذ كل واحد منهم أجرة يومية مختلفة، وهناك كلفة ثابتة مختلفة لكل دراجة نارية من الدراجات الثلاثة. يعني الدراجة لها أصولها حسب الطلبات، حسب كمية الوقود التي تستهلكها، الخبرة التي عند السائق مثلا، يعتمد على المهام. فالآن هاي المعلومات المتوفرة لدينا. سائق الدراجة الأولى يوصل الكمية X1، سائق الدراجة الثانية الكمية X2 يقوم بإيصالها، هنا سائق الدراجة الثالثة يقوم بإيصال الكمية X3. الآن كل واحد من هؤلاء السائقين X1، السائق الأول، الثاني، الثالث، يعني تتحمل أو يتحمل مطعم كلفته. فهذا كلفته اليومية أو لكل فترة زمنية 9 دنانير، 9000، 9 ملايين، لا يهمنا وحدات القياس، المبدأ الذي يهمنا فتسعة. هنا كلفته المتغيرة اللي هي الأجرة يومية 6، أو الأجرة بدون يومية، يعني بدناش نربطها باليوم أو فترة زمنية، وهنا أجرته 10. الكلفة الثابتة التي يتحملها يعني المنشأة أو المطعم يتحمل أجور النقل وبدل البنزين، بدل الصيانة مثلا للدراجة النارية، هو 500 وحدة. بالنسبة لسائق الدراجة الثانية هنا 420 الكلفة الثابتة، وعندي الدراجة الثالثة 350. كل واحد منهم من هؤلاء السائقين عنده قدرة على توصيل عدد معين من الطلبات. فالسائق الأول عنده قدرة أن يوصل 1410 وحدات، 1410 طلبات طعام سريع من هذه المأكولات السريعة. السائق الثاني عنده 1200 قدرة يوميا أو أسبوعيا أو لكل فترة زمنية، وهنا 820 قدرته. فلذلك الآن المعلومات تامة عندنا. هنا نفترض في هذه الحالة بأن XI تمثل عدد الطلبات، هذه XI حيث I تساوي 1 أو 2 أو 3، تمثل عدد الطلبات التي يقوم توصيلها سائق الدراجة I اللي هو 1 أو 2 أو 3. أوكي، هذا الآن X1 تساوي عدد الطلبات التي يوصلها السائق ألف، X2 يساوي عدد الطلبات التي يوصلها السائق باء، X3 يساوي عدد الطلبات التي يوصلها السائق جيم. إذن لدينا الآن معلومات متكاملة حتى نصيغ الدالة الهدف والقيود المفروض عليها. طبعا الدالة الهدف ما هي؟ هي تقليل كلفة الإيصال، تقليل الكلفة المتغيرة والكلفة الثابتة خضوعا لهذه القيود. طبعا نكمل على بركة الله، لابد أن ندخل متغير آخر يقوم مقام XI عند إدخال الكلفة الثابتة الفكست كوست. كيف الآن؟ لنفترض بأن هذا المتغير هو YI، حيث يأخذ القيمة واحد إذا استخدم أو استخدم المطعم السائق ألف مثلا، ويأخذ القيمة صفر خلاف ذلك. ما يعني بأن تشغيل السائق ألف يعني بأن أكس واحد أكبر من صفر، فتكون واي واحد تساوي واحد، وواي واحد تساوي صفر بخلاف ذلك إن لم يستخدمه.
وبالتالي تكون دالة الهدف كما يأتي من المعلومات في الجدول. هذا الجدول ثاني مرة وضعناه هنا. الدالة الهدف هي minimization تقليل، minimization تقليل. الدالة اللي هي 9 كلفة متغيرة في الكمية هذه، لاحظوا لي هنا السائق الأول هذه أجرته لكن مربوط بالكمية التي يوصلها، 9 في x1 زائد 6 في x2 زائد 10 في x3 زائد الآن 500 في y1. إذا استخدم يعني هنا y1 y2 y3، حتى إذا استخدمنا أو استخدم المطعم السائق الأولاني فإن y1 تساوي 1، يعني بالتالي 500 في 1. إن لم يستخدم المطعم السائق الأولاني معناته y1 تساوي 0، معناته 500 في 0 تساوي 0. إذن متى بتكون لها قيمة هذا المتغير اللي أدخلناه هنا بدء يعني مقام xi، حتى بيّن لأنه لا نستطيع أن نضع هنا x1 ثاني مرة واثنين وثلاثة، فاخترعنا أو أدخلنا متغير جديد هنا 500 في y1 إذا المطعم قام بتوظيف واستخدام السائق الأول، وهنا 420 في y2 إذا قام المطعم بتوظيف أو استخدام السائق الثاني، وأخيرا 350 في y3 حيث y3 تساوي 1 إذا تم استخدام السائق الثالث، ويساوي 0 إن لم يستخدم السائق الثالث. هذه الآن الدالة الهدف التي يجب علينا أن نقلل قيمتها، لكن خضوعا لماذا؟ طبعا هنا أذكر كلفة متغيرة وهذه كلفة ثابتة، هاي الدالة الهدف خضوعا للقيد التالي. ما هو القيد؟ طبعا هنا أذكر y مثلا كمثال y3 هنا إذا كانت قيمته تساوي 1 فهذا يعني بأنه تم استخدام السائق الثالث كما شرحت آلفا. هنا الآن لابد أن تشمل صياغة القيود الكمية المطلوبة وهي 1750، أي بمعنى آخر هذا قيد x1 زائد x2، الكمية من x1 زائد x2 زائد x3 تساوي 1750 حد أقصى، ليس أقل ليس أكثر، فتكون كما يلي الآن subject 2 هي القيد الأول x1 زائد x2 زائد x3 تساوي 1750. القيد الثاني أنه x1 أقل من 1410 مضروب في y1. إذا كانت y1 تساوي 1 صحيح معناته تم استخدام السائق الأول، وبالتالي x1 بيكون أقل من أو تساوي 1410 اللي هي قدرة السائق الأول على توصيل حد أقصى 1410. القيد الثاني x2 أقل من أو تساوي 1200 مضروب في y1 في y2 عفوا، حيث y2 تساوي 1 إذا استخدمنا السائق الثاني وصفر خلاف ذلك، وبالتالي يكون 1200 في 1 أو في 0. وأخيرا x3 أقل من أو تساوي 820 هذه في y3 حيث y3 تساوي 1 إذا تم استخدام السائق الثالث، ويساوي 0 إذا لم نستخدمه. هاي القيود الآن يمكن إعادة صياغتها كما يلي: x1 ناقص الآن منقل كل إشي للطرف الأيسر، فبصير عندي سالب 1410 أقل من أو تساوي صفرا. هون القيد الثاني بصير هذه إذا نقلنا هذا إلى الطرف الأيسر x2 سالب 1200 y2 أقل من أو تساوي صفر. وأخيرا القيد الثالث هذا نقلنا كل شيء إلى الطرف الأيسر، فراح الآن أصبحت x3 سالب 28 في y3 أقل من أو تساوي صفر. والقيد هذا دائما الذي يجب أن نأخذه بالاعتبار أنه الكمية التي نوصلها أكبر من أو تساوي صفرا، و yi لا تأخذ اللي هي yi 1 أو 2 أو 3 i هنا لا تأخذ إلا قيمة واحدة إما صفر أو 1، صفر أو 1 يعني استخدمنا السائق أو لم نستخدمه. أوكي، هذا الآن الـ يعني الدالة الهدف التي نحتاج إلى تقليلها خضوعا لهذا القيود. آخر مقطع هنا الآن أو آخر شيء بهذا المقطع نعيد صياغة الدالة minimization of 9x1 6x2 زائد 10x3 زائد 500y1 زائد 420y2 زائد 350y3 خضوعا للقيود التالية: x1 زائد x2 زائد 3 تساوي 1750، x1 أقل من أو تساوي 1410y1، x2 أقل أو تساوي 1200y2، x3 أقل من أو تساوي 820y. هنا عدنا صيغتها فقط بنقل
الطرف الأيسر، فقط إعادة الصياغة اللي ذكرته قبل قليل للتوضيح، وهكذا وهكذا، وهذا آخر شيء. أكون طبعا بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا إن شاء الله أن أكون قدمت الفائدة. في المقطع القادم سأبين كيف نحصل على حل هذه المسألة باستخدام أمر سولفر من برنامج الأكسل. وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.